انا اللي مسول عنه ظهر المولانا عن الوزير ما جاوب عليه. انا قلت عن رئيس الجمهوريه برنامجه انه قال عنه بانتهام ومريته خلال 4 أشهر عنا لين اكتفاء غذائي. قلت انا عندنا ما تخلق. وقال عنا لين حقه نصف استهلاكه الموريتاني من القمح والخضروات. قلت انا مولع عندنا ما تخلق. وقال رئيس الجمهوريه انه لا يحقق عداله في الوروش الملكيه العقاريه. وقلت انا عن سكان كرمسين على مرعى ومسمع من الجميع ووزعت عشرات الالاف من الهكتارات من ترابهم اللي حذاهم اللي يوكلهم ناموسها ويجبروا طينها ويجبروا فسخها ونفاياتها. وهما وزعت عليهم الوزاره 70 هكتار صالحه منها الا 18 هكتار. وقلت انا اللي عن سكان اوكيره انهم طالبين تشريع ارضهم اللي ساكنين فيها من اوائلهم واجدادهم وعنها تنعطى الرجال ما اخبارهم شي من الزراعه وعندي تواقطها وعندي دلائلها في الجريده الرسميه. وقلت اللي عن سكان القوله انا مصاعم عرضهم ونعطيت الوحدين ما اخبارهم من ايش وعادوا يبيعوها فوق رؤوسهم. وقلت اللي عن سكان بلديه شمامه انا من اعطيت لهم شمل الارض وعقبت الدوله رجعت وقلعتها منهم. وقلت انا اللي عند اللي كامل من المليارات ندار في هذه التراب وندار في هذه الارض عن نتيجته عنا ما تحقق لنا اكتفاء ذاتي في مجال الامن الغذائي ولا حقق لنا عداله اجتماعيه وفئاتنا المهمشه ما اعطت لها حق الولوج الارض. وهذا هو محل التساؤل. وظهر لي مولانا اليوم عن الواقع الموجود عنه يعدلنا ذا اللي حققنا من الاكتفاء الذاتي مجال الارز عنه على حساب المواطن نظرا لارتفاع اسعار هذه الماده وندرتها بعض الاحيان وقله جودتها. وبالتالي الاجراءات كامله من التمويل اللي انقبضت تمت على حساب دافع الضرائب الموريتاني. اما القمح فالحكومه لم تستطع حتى الآن توفير خشة واحدة منه على مستوى التراب الوطني حتى نقول أنه تم إنجاز تعهد السيد رئيس الجمهورية. أما الخضروات فليست أزمة القرقرات وليست كذلك أزمة الخريف الماضي منا ببعيد. باسم الحالة السيد الوزير يعود سكان المناطق اللي مزارعين اللي متخصصين واللي مرزوع عن أجيال يعودوا زامقين من تقسام الأراضي وعلى مرأة ومسمع من الجميع حفنا من رجال الأعمال نتيجة المحسوبية ونتيجة الولاءات السياسية ونتيجة عنهم يخدموا حزب الإنصاف ينعطاهم عشرات الآلاف من الهكتارات مقاطعة كاملة كيف تكرمسين حكومتكم عاطيتها 70 هكتار 18 هكتار منها هي الصالحة. هذا استحقار وهذا استحمار لا يجوز. وهذا هو محل التساؤل. إلين اليوم يقول للوزير عنهم عدلوا 12000 هكتار، 12000 هكتار اللي توخذ كيف ما خاوت اكثر من 100000 هكتار خلقت بجارة كرمسي. هذا هو السؤال المطروح. وهذا مو من الانصاف. ولا قد تستقام عليه دولة. هذول المزارعين والسكان باسم الحالة مدينة قرية مقاطعة ولاية تعود فيها آلاف الهكتارات وتنعطى للناس الأخرى تنعطى لها بدون أي شروط. به اللي واحد منهم من الانصاف. وبيه اللي واحد طلب رئيس الجمهوريه، وبيه اللي واحد جاب شعبيه للحزب الحاكم. وتنحرم منها الناس اللي مزارعه. وقلت انا اللي اليوم عن صغار المزارعين المتوسطين من رجال الاعمال كل مستثمر هو فوته ولا عطيته الدوله شيء. عنه اليوم مرق من الحمله الزراعيه الماضيه ما عنده قيه واحده مليان من الدين. وقلت انا اللي عن مزرعه بوريا اللي ذكرت وراك السيد الوزير عن هاي السنه منخفض انتاجها بمقدار الثلث. به اللي الطيور وبه اللي ما وفرتوا له اليات الحمايه وبه اللي ما فهم قاع رؤية. هذا هما الأسئلة الجوهرية عندي أموال موريتانيا والمليارات المتفقد عن قطاع الزراعة اليوم نتيجته قريبة من الصفر.